بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس قواعد النحو. درس اليوم بعنوان إسناد الأفعال إلى الضمائر. يعني إيه إسناد الأفعال إلى الضمائر؟ يعني هنصل الأفعال بالضمائر. عندي مجموعة من الضمائر زي ألف الاثنين وواو الجماعة وتاء الفاعل وياء المخاطبة وكاف الخطاب. هذه الأفعال سنقوم بإسنادها إلى الضمائر. تعالوا نشوف مع بعض، إذا أسند الفعل إلى الضمير هل يتغير الفعل أم يظل كما هو؟ إسناد الأفعال إلى الضمائر زي ما واضح من الشكل اللي قدامنا، الشكل اللي قدامنا هيوضح لنا كيفية إسناد الأفعال إلى الضمائر. الفعل بينقسم إلى فعل صحيح وفعل معتل، وزي ما احنا عارفين إن الفعل الصحيح هو اللي ليس أحد أحرفه حرف علة، أو ما خلت حروفه من أحد حروف العلة، يعني ليس به حرف إلا، وحروف العلة اللي هي الألف والواو والياء. أما الفعل المعتل هو ما كان أحد حروفه حرف إلا. وزي ما احنا عارفين أيضا الفعل الصحيح ينقسم إلى سالم ومهموز ومضاعف، والفعل المهموز يعني أحد حروفه همزة، والفعل المضاعف يعني أحد حروفه مشدد أو مضاعف. الفعل المعتل ينقسم إلى مثال وأجوف وناقص، مثال وأجوف وناقص. هنتكلم أولا عن إسناد الضمائر إلى الفعل الصحيح السالم. السالم لا يتغير إذا أسند إلى الضمير. مثال ذلك الفعل ذهب، عند إسنادي إلى ألف الاثنين نقول ذهبا، وعند إسنادي إلى واو الجماعة نقول ذهبوا، وتضاف ألف تكتب ولا تنطق، وعند إسناده إلى نون النسوة نقول ذهبنا. إذا لاحظ معي الفعل ذهب ذال هاء باء لم يتغير في جميع الأمثلة عند إسناده إلى الضمائر. إذا الفعل السالم لا يتغير عند إسناده إلى الضمائر، والفعل المهموز أيضا لا يتغير. ومثال ذلك الفعل سألت، عند إسناده إلى تاء الفاعل لم يتغير، سأل سين ألف لام، وسأل عند إسناده إلى ألف الاثنين، وسألوا عند إسناده إلى واو الجماعة، وسألنا عند إسناده إلى نون النسوة. أما الفعل المضاعف يعني مشدد، يفك التضعيف عند إسناده لضمير متحرك مثل تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة. مثال ذلك الفعل شد شد، لاحظ معي الدال حرف مشدد، عند إسناده إلى تاء الفاعل نقول شددت، نقوم بفك تضعيف حرف الدال ويتحول إلى حرفين، الأول مفتوح شداء والثاني ساكن شدد، ونصل به تاء الفاعل فنقول شددت، وعند إسناده إلى ناء الفاعلين نقول شددنا، وعند إسناده إلى نون النسوة نقول شددنا. وبذلك نقول قد انتهينا من إسناد الفعل الصحيح إلى الضمائر. أما عند إسناد الفعل المعتل إلى الضمائر، فالفعل المعتل إذا كان مثالا يعني أوله حرف علة تحذف الواو من المضارع والأمر. مثال ذلك وعدا، عند تحويله إلى المضارع نقول يعد، وعند تحويله الأمر نقول عد، فقمنا بحذف حرف الواو. أما الفعل الأجوف وهو الفعل الذي وسطه حرف علة يحذف حرف العلة من وسطه، فنقول قال قلت قلنا، عند إسناده إلى نون النسوة فنقول قال في الفعل الماضي، عند إسناده إلى تاء الفاعل قمنا بحذف الألف وأسندناه إلى تاء الفاعل فقلنا قلت، وعند إسنادي إلى نون النسوة نقول قلنا، وعند إسنادي إلى ناء الفاعلين نقول قلنا، وعند إسناد مضارعه إلى نون النسوة نقول يقلنا. أما الفعل الناقص فيحذف آخره عند اتصاله بواو الجماعة وتقلب الألف واوا أو ياء مع بقية الضمائر. مثال ذلك الفعل رمى، آخره حرف علة إذن فعل ناقص، فنقول رمى فعل ناقص معتل الآخر بالألف، عند إسناده إلى واو الجماعة نقول رموا، حذفت الألف مع واو الجماعة وفتح ما قبلها فنقول رموا للدلالة على الألف المحذوفة. يبقى إذن وضعنا فتحة لتدل على أن المحذوف ألف، وعند إسناده إلى تاء الفاعل نقول رميت، قلبت الألف ياء مع ضمير تاء الفاعل. خلاصة الدرس اليوم أبنائي وبناتي، تعرفنا من خلاله أن بعض الأفعال تتغير صورتها عند إسنادها لبعض الضمائر،
ولا يتغير الصحيح السالم عند الإسناد أبدا، ويفك تضعيف الفعل الصحيح المضاعف أي المشدد، فيتحول الحرف المشدد إلى حرفين منفصلين عند إسناده للضمائر المتحركة مثل شددت ومددنا. والفعل المثال الواوي أي الفعل المعتل الذي أوله حرف الواو تحذف واوه في المضارع والأمر مثل وعد يعد عد، ويحذف حرف العلة من الأجوف عند الإسناد لضمير متحرك مثل بعت وقلنا. وعرفنا أيضا أن الفعل الناقص أي المعتل الآخر يحذف آخره عند إسناده لواو الجماعة مثل ردوا ورموا. وعرفنا أيضا أن الفعل المعتل الآخر بالألف تقلب ألفه واوا أو ياء عند اتصاله بضمير غير واو الجماعة مثل دعوت ورميا. والآن أبنائي مع تطبيق على إسناد الأفعال إلى الضمائر، املأ الجدول التالي. شد، لاحظ معي عند إسنادها إلى تاء الفعل نقول شددت، نقوم بفك تضعيف حرف الدال. وفي المثال الثاني رمى، عند إسنادها إلى تاء الفاعل نقول رميت، وعند إسنادها إلى ألف الإثنين نقول رميا. أما الفعل خاف عند إسناده إلى نون النسوة فنقول خفنا. أما الفعل رضي فاتصل بتاء الفاعل فصار رضيت، ونأتي بأصل الفعل فنقول رضيا، ونصل به ألف الإثنين فنقول رضيا، ونسنده إلى واو الجماعة فنقول رضوا، وعند إسناده إلى نون النسوة نقول رضينا. أما الفعل دعا فعند إسناده إلى ألف الإثنين نقول دعوا، وعند الإتيان بالفعل الأصلي نقول دعا، وعند إسناده إلى تاء الفعل نقول دعوت، وعند إسناده إلى واو الجماعة نقول دعوا، وعند إسناده إلى نون النسوة نقول دعونا. أما الفعل قال فعند إسناده إلى تاء الفعل نقول قلت، نحذف حرف العلة فنقول قلت، وعند إسناده إلى الإثنين قال، وعند إسناده إلى واو الجماعة نقول قالوا، وعند إسناده إلى نون النسوة نقول قلنا. إلى هنا أبنائي وبناتي نكون قد وصلنا لنهاية درس اليوم، وأترك لكم الإجابة على سؤال التدريب.